صباح الخير عليكم وعواشركم مبروكه. قربنا العيد ان شاء الله، واليوم قررت اني ندير لكم اخر وصفات في هذا الموسم، اللي هما وصفات خاصه باعطاء الجمال للبشره ديالنا باش نوجدوا العيد ونحضروا البشره ديالنا بطريقه اللي تكون صحيه وجميله. دونك كما كنعرفوا فاحنا في رمضان، كما قلت لكم في واحد الحلقه من الحلقات، كيكون يعني التغذيه ديالنا كتكون ماشي بعض الاحيان متوازنه، ما كنشربوش الماء بزاف، الارهاق، الصيام، فضروري نستعملوا ماسكات باش يعاونونا على انهم يعطيونا كما كنقولوا الملوحيه والستر على الوجه ديالنا. فالماسك الاول انا حاولت ان نعطي ثلاثه الماسكات اللي هما خاصين بكل نوعيه ديال البشره. الماسك الاول هو يكون ماسك بيوريفيون ولا منظف او منقي للبشره. هذا الماسك شنو فيه؟ فيه الطين الاسود، والطين الاسود راني نخصص لكم جمله، هو يعني مفيد للبشره، فهو كينظف وكيحافظ او كيبعد على البشره كل المشاكل اللي كتقدر او الجلده اللي كتقدر انها تجيها. فكناخذوا معلقه صغيره اللي تكون عامره ديال الطين الاسود، راه هو موجود في الصيدليات وشي في الصيدليات، ناكد عليكم ناخذوا غير الصيدليات وشي في الصيدليات باش يكون ذو جوده اللي هي مزيانه. وناخذوا بودره سبيرولين. سبيرولين شنو هي؟ هي طحالب بحريه اللي كتستعمل في مثلا الادويه، هو دي كومبليمون اليمونتيغ ولا مكملات غذائيه، وكنقدروا نستعملوها حتى لجمال البشره ديالها لان عندها فوائد كثيره، فهي غنيه بالحديد وبالمعادن. دونك غناخذوا معلقه اللي ما تكونش عامره او نص معلقه ديال سبيرولين، راه متواجده في الصيدليات وفي الصيدليات، نحاولوا انها تكون طبيعيه او بيو. ويلا خفنا ضروري دائما كما كنقول لكم نجربوا في منطقه مثلا بعد الودن ديالنا ولا على اليد ديالنا باش نشوفوا واش عندنا حساسيه لاي مكون من المكونات الطبيعيه اللي كنستعملوا. باش نخلطوا هذا الخليط او هذا الماسك، غنديروا انا الماء الورد، درته بالماء الورد وعجبني يعني كيفاش كيجي ريحه الورد مزيانه. بالنسبه للسيدات اللي عندهم مثلا مشكل ديال الورد، وكنا قلناها بان بعض السيدات قد تكون عندهم حساسيه او تحسس لماء الورد، يبدلوه اما بياغورت طبيعي اما بالحليب شويه دافي. فكما كتشوفوا كنحصلوا، كما كتشوفوا في الكاميرا كنحصلوا على بحال هذا الماسك، غنزيد واحد شويه، خاصوش يكون اون بات اللي هي ثقيله بزاف باش يعطينا الطوع في الوجه ديالنا. دونك كنديروه ماسك بيدينا او بالفرشات الخاصه بالماسكات، كنديروه دائما كما قلت لكم طريقه من الداخل ديال الوجه للفوق، يعني من الداخل ديال الوجه عاوتاني من الوسط ديال الوجه للفوق، ودائما كنطلعوا من تحت للفوق باش ما ننزلوش البشره ديالنا، على بشره تكون نظيفه ودايرين لها قماش، وكنخليوه 15 ديال الدقيقه وكنغسلوه. الماسك الثاني هو خاص بالنسبه للسيدات اللي عندهم تصبغات في البشره ديالهم او الوجه ديالهم شويه غامق وعندهم البشره حتى ناشفه، لانني جمعت جوج ولا ثلاثه المكونات اللي نقدروا نستعملوهم. الو غادي ناخذوا لابانان ولا البنان او الموز، كما كنا درنا في واحد الحلقه خاصه بالموز، كناخذوا الموز اللي كيكون طايب، يعني ماشي قاصح، يكون طايب. فكن نديروا غير بفرشات ولا بمعلقه. شنو غنزيد على البنان؟ غادي نزيد عليه زيت الكوكو ولا الكوكونايت اويل، انا مع استوديو شويه دابت، نقدروا ناخذوها بحال كريم ولا نخليوها دايبه ماشي مشكل. كنعرفوا الفوائد ديال الكوكونات اويل للبشره لانها مغذيه مضاده للتجاعيد. وغادي نزيدوا شويه ديال الخرقوم البلدي او الكركم، وكما كنقول لكم دائما طحنوا هذه المواد تحت يدينا يعني قدامنا باش ما يكونش مخلط ويعطينا النتيجه اللي بغينا. دونك كنخلطوا هذه المكونات حتى كنحصلوا على ماسك، وكنستعملوه حتى هو الوجه ديالنا والرقبه ديالنا، ونقدروا نستعملوه جوج مرات في الاسبوع. بالنسبه للماسك بيوريفيون مره في الاسبوع يكفي، الا السيدات اللي عندهم مثلا البشره الدهنيه الى مختلطه. بالنسبه الماسك الاخر خليته حتى الاخر لانه واحد الماسك اللي انا عجبني بزاف، ومن الماسكات اللي يعني كي ما عرفتش سبحان الله كيعطيني ليكلا وكيعجبني، كنحس حتى ملي كندير مثلا الماكياج ديالي ملي كنكون كنستعمله قبل بان البشره ديالي كتعطيني الطوع وكتبعني وكتكون زوينه. الوغ الماسك هذا شنو غنستعملوا فيه؟ غنستعملوا فيه الخيار. الخيار كنعرفوه بانه هو خضره اللي مفيده للبشره، فيها المعادن بزاف والفيتامينات وفيها الماء بزاف، وهو مفيد حتى المنطقه تحت العين. فغادي ناخذوا قياس مثلا نص خياره، غادي ناخذوها اما مبشوره او محكوكه، انا خديتها محكوكه
ومي كيكون عندي الوقت في البيت ديالي بصراحه كنديرها حتى في الميكسور او الخلاط الكهربائي. دونك نقدروا ناخذوه نقطعوه طريفات صغار ولا نحكوه باش يجينا ساهل. كناخذوا صفر بيضه وكنعرفوا بان بيض عامر بالكولاجين، وهذه الوصفه انا مسميها وصفه الكولاجين لانها المكونات اللي فيها كيعزوا الكولاجين اللي هو بروتين مهم لجمال البشره واللي كيعطيه يعني الشباب وكيساعدنا على انه ما يجيوناش تجاعيد قبل من الوقت. الوغ انا شخصيا كنزيد زيت من زيوت نباتيه، عندنا اختيار اما زيت الزيتون اللي ما فيهش الملحه او زيت ارغان، غير زيت ارغان تجنبوا اننا نتعرضوا به للشمس كما كنت قلت لكم فهو كيسمر البشره ديالنا، او زيت اللوز الحلو اللي هو مفيد كيعطي كينقي البشره ديالنا وكيغذيها ومضاد للاكسده. اي زيت من الزيوت ما عندناش نديروا ياغور طبيعي حتى هو راه غادي يفيدنا، فكنخلطوه على هذا الشكل كنديروا على بشره اللي هي تكون نظيفه ونحاولوا انه غني بالماء الخيار، فدائما نديروه اون تابوتون ولا طبطبات على البشره ديالنا باش كتشربوا. كنخليوه 15 حتى ل 20 دقيقه كنغسلوا البشره ديالنا وغادي تشوفوا بانه لي فيليفتون هذيك الساعات كنحسوا به. كنتمنى بان كانت مفيده هذا الموسم صباحيه الدوزيام، ان الوصفات ديالي عجبوكم ونشوفكم ان شاء الله في موسم جديد دائما على خير.